السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنة 5 النهاردة إن شاء الله بإذن الله هناخد مع بعض مساحة المعاين بمعلومية طولي قطريه. تعالوا كده في التمهيد الأول نراجع. مربع بيقول طول قطره 4 سنتي، فإن مساحته هتساوي نقط سنتيمتر مربع. طيب الأول نعمل القانون، نكتب القانون ضروري. مساحة المربع بيساوي نص طول القطر في طول القطر، يساوي نص في قطره كام 4، يبقى نص في 4 في 4. لو حسبنا نص الأربعة 2، اضرب 2 في 4 هيساوي 8 سنتيمتر مربع. طيب نراجع مع بعض كده، خواص المعين. طيب خواص المعين عبارة عن ايه؟ ان هو اصلا متوازي اضلاع قطرية غير متساويين في الطول ومتعامدين، وطبعا القطرين بينصف كل منهما الاخر، واضلاعه الاربعة متساوية في الطول. طيب ناخد بقى قانون مساحة المعين. مساحة المعين بيساوي نص حاصل ضرب قطريه، او نكتب نص طول القطر في طول القطر، يعني الاثنين نفس الايه القانون. طبعا القانون الاولاني ده مكتوب بالنص في كتاب الوزارة، وده قانون تاني ممكن تستعمله او تستخدم الاولاني معايا. هنا بيقولي معين طول قطريه 8 سنتي و5 سنتي، احسب مساحته. الاول نكتب القانون، مساحة المعين بتساوي نص طول القطر في طول القطر، هيساوي نص في 8 في 5، نص 8 4، يبقى 4 في 5 ب20 سنتيمتر مربع. معين طول قطريه 9 سنتي و6 سنتي، احسب مساحته. نحط القانون الأول، مساحة المعين بتساوي نص طول القطر في طول القطر، يبقى يساوي نص في 9 في 6. ممكن ناخد نص 6 بقى 3، 3 في 9 بيساوي 27 سنتيمتر مربع. طيب هنا بيقولي أكمل معين طول قطريه 6 سنتي و4 سنتي، فإن مساحته هتساوي كام سنتيمتر مربع. نكتب برضو القانون، مساحة المعين بيساوي نص طول القطر في طول القطر، يساوي نص في 6 في 4، نص 6 3، 3 في 4 بيساوي 12 سنتيمتر مربع. طيب في الشكل المقابل عايز مساحة المعين، هي ترى هتساوي كام سنتيمتر مربع. لو بصينا الشكل المقابل ده، رسم لي المعين وطول قطريه 8 سنتي و6 سنتي. يبقى نحط القانون الأول، مساحة المعين بتساوي نص طول القطر في طول القطر، هيساوي نص في 8 في 6، نص 8 4، يبقى 4 في 6 ب24 سنتيمتر مربع. طيب في الشكل المقابل هنا بيقول لي أ ب ج د معين، في أ م بتساوي 5 سنتي، و ب د بتساوي 8 سنتي. طيب أ م ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن القطر ولا نصه؟ لا، عبارة عن نص القطر، أما ب د فهو القطر كله. طيب معنى كده لما أ م بتساوي 5 سنتي، يبقى عايز طول أ ج، يبقى نعمل إيه؟ نص القطر ب5، يبقى القطر على بعضه كام؟ نضرب في 2، يبقى تساوي 10 سنتي. طيب عايز مساحة المعين، كده خلاص بقى عندنا الإيه؟ القطرين 8 سنتي و10 سنتي. مساحة المعين بتساوي نص طول القطر في طول القطر، هيساوي نص في 10 في 8، نص العشرة 5، 5 في 8 ب40 سنتيمتر مربع. في قانون تاني ممكن يديني مساحة المعين ويديني قطر من القطرين ويطلب مني طول القطر الآخر. ايه القانون ده؟ نعمل ازاي؟ نقول طول القطر الآخر بيساوي، نعمل شرطة قسمة كبيرة أو شرطة كسر كبير، ونقول 2 في مساحة المعين على طول القطر. طيب نشوف المثال الأولاني. هنا بيقول لي معين مساحته 24 سنتيمتر مربع، وطول أحد قطري 6 سنتي، أوجد طول القطر الآخر. طيب هو عايز طول القطر الآخر، نكتب القانون، بيساوي 2 في مساحة المعين على طول القطر، يساوي 2 في مساحة المعين بكام؟ 24 على طول القطر اللي هو مديهوني 6. لو اختصرنا ممكن اختصر 24 مع 6 فيها الـ4، يبقى 4 في 2 ب 8 سنتيمتر، وممكن تجربها على الآلة. معين مساحته 25 سنتيمتر مربع وطول أحد قطريه 10 سنتي، أوجد طول القطر الآخر. مديني مساحة، مديني أحد القطرين وطالب القطر الآخر، فهنبدأ بالقانون. طول القطر الآخر بيساوي 2 في مساحة المعين على طول القطر، يساوي 2 في المساحة بكام؟ 25 على طول القطر اللي هو مديهوني 10. لو حسبنا 2 في 25 ب50، 50 على 10 بيساوي 5 سنتيمتر.
مثال كمان بيقول لي هنا معين، مساحته 72 سنتيمتر مربع وطول أحد قطريه 9 سنتي، أوجد طول القطر الآخر. طيب نكتب القانون، طول القطر الآخر يساوي 2 في مساحة المعين على طول القطر، يساوي 2 في 72 على 9. يما نجربها الآلة أو تعال نختصر، 72 على 9 فيها 8، يبقى 8 في 2 بتساوي 16 سنتيمتر. طيب في قانون تاني لمساحة المعين غير لما يديني الأقطار، يديني طول ضلعه وارتفاعه أو طول قاعدته وارتفاعه. طيب فهنا بيقول لي مساحة المعين بيساوي طول الضلع في الارتفاع، نفس القانون ده برضو كمان كويس. يعني في مثال هنا قدامنا مرسوم مديني ده معين، طبعا بتلاحظ فيه العلامات اللي هي الشرط دي، معناها ان الأضلاع الأربعة بتساوي بعض، كل ضلع بيساوي 8 سنتي وفي ارتفاع كام 7 سنتي. عايز مساحة سطح المعين، طالما ان هو جايب لي طول ضلعه وادي الارتفاع، يبقى نستخدم القانون اللي قدامنا اللي هو مساحة المعين بيساوي طول الضلع في الارتفاع، يبقى يساوي 8 في 7 هيساوي 56 سنتيمتر مربع. معين طول ضلعه 5 سنتي وارتفاعه 6 سنتي، احسب مساحته. يبقى استخدم القانون بتاع مساحة المعين بيساوي طول الضلع في الارتفاع، يساوي 5 في 6 هيساوي 30 سنتيمتر مربع. طيب ممكن بالعكس، يجي يديني مساحة المعين ويديني الارتفاع ويطلب طول الضلع، يبقى هقول له طول الضلع بيساوي مساحة المعين على الارتفاع. نحفظ القانون ده كمان كويس. طيب تعالوا نعمل عليه التمرين ده. بيقول هنا المعين مساحته 70 سنتيمتر مربع وارتفاع 10 سنتي، فإن طول ضلعه يساوي كام سنتيمتر؟ يبقى نستخدم القانون قدامنا، نكتبه كمان مرتين، كل ما نكتب بيبقى نرتب أفكارنا كويس. وبعدين نقول طول الضلع بيساوي مساحة المعين على الارتفاع، المساحة مدياني ب70 والارتفاع ب10، يبقى 70 على 10 هتساوي 7 سنتي. طيب ممكن يجي يديني مساحة المعين ويديني طول الضلع ويطلب الارتفاع، يبقى الارتفاع بيساوي مساحة المعين على طول الضلع. بتلاحظ حاجة، لما بيطلب الارتفاع بنقسم مساحة المعين على طول الضلع، وفي القانون اللي قبل منه لما كان طالب طول ضلع المعين بنقسم مساحة المعين على الارتفاع. طيب تعالوا نحل التمرين ده. معين مساحته 48 سنتيمتر مربع وطول ضلعه 6 سنتي، فإن ارتفاعه يساوي نقط سنتيمتر. طيب يبقى نجيب الارتفاع، ان احنا بنقسم مساحة المعين على طول الضلع، يبقى يساوي 48 على 6 فيها كام 8 سنتي. شوف تقويم ده مع بعض. هنا بيقول لي معين طول قطري 7 سنتي و5 سنتي، احسب مساحته. تركز كويس جدا هو جايب ايه في المسألة عشان اعرف استخدم انهي قانون. هو عايز مساحة المعين، هل استخدم القانون بتاع نص طول القطر في طول القطر، ولا طول الضلع في الايه في الارتفاع؟ هو جايب لي قطريها، يبقى كده استخدم انهي قانون؟ مساحة المعين بيساوي نص طول القطر في طول القطر، يساوي نص في 7 في 5، لما نحسبها على الآلة بيساوي 17.5 سنتيمتر مربع. ذاكروا كويس، ذاكروا كويس جدا جدا القوانين، احفظوها كويس وربنا معاكم. سلام عليكم.